كان عندنا ثلاث عناوين رئيسية بنبدأ بيها هذه الحلقة. مجلس إدارة الأهلي يعتمد لائحة النظام الأساسي بعد ما كل الجهد والاجتماعات والاقتراحات والمناقشات اللي تمت خلال الفترة الماضية، وكنتوا حضراتكم شركاء فيها من خلال متابعتكم لكل ما قدم على شاشة قناة الأهلي. اعتمد مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب مشروع لائحة النظام الأساسي للنادي بعد مناقشات واجتماعات مكثفة خلال الفترة الماضية، والخطيب تسلم النسخة الرئيسية للائحة الساعة أو هيتسلم المفروض غدا كمان. كان عندنا خبر أولي بيقول أنه بيتسلمها اليوم، لكن الأخبار الدقيقة أو المستجدات بتؤكد أنه إن شاء الله هيتسلم الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة النسخة الرئيسية للائحة غدا إن شاء الله، قبل أن تعرض على الأعضاء لمناقشتها وإبداء الرأي بعد كل المقترحات اللي تمت الاستجابة لها من كل أفرع النادي الأهلي سواء في الجزيرة أو شيخ زايد أو مدينة نصر، وبعد المناقشات والحوار المجتمعي الأهلاوي اللي دار حول هذه اللائحة. وأخيرا العميد محمد مرجان عقد اليوم اجتماع مطول للوقوف على كل الاستعدادات الخاصة بالجمعية العمومية غير العادية اللي هتعقد إن شاء الله يوم 28 من سبتمبر الجاري.